ممكن تطفي السيجارة؟ ايه؟ دي محطة بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب اقول لك ايه، لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص انت مزعق ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب يا ساتي. احط كام؟ حط 10-80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. التمانين بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه وانا راكب جوزة؟ حطه وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي، ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حبسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايز اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. الوديعة معادها شهر 5. تكسر الوديعة من معادها بيومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه فتتشوف فيه؟ رد عليا. البورصة دي في البورصة. بورصة يا دي البورصة، ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي اللي عمرك ما كسبتي منها حليب. ها البورصة دلوقتي اسعارها دم ودلوقتي الشراء، وبعدين دي فلوسي ورثة امي. امك كانت شحاتة، امك ما عرفتهاش حاجة. يا اختي انا اللي كنت بنت الفلوس لامك قبل ما تموت. ويا رب اموت انا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا اختي، يا رب تموتي وروحي في سكين داهية. يا رب يا رب ريحني منها، يا رب ريحني منها بقى يا رب. وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة، ده شغل شغل يا جهلة. انت مروحتش؟ لا. في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه يا بنت مالك؟ الله الله يا كريمة. كريمة بقى بس كريمة. الله في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفن اللي انا حملته الرهيبه دي. دي مش رهيبه، دي جل. دي حلوه قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا، طب بص اديله رنه وهو هيتصل بيك. اه رنه، عارف انا موضوع رنه ده. بقول لك ايه يا كريمه؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشه؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا. ما انت بقيت تقعد تقول رقصات، دلوقتي انا اللي طلعت وحشه. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا، انقليه على ديسك وبعتيه المطبعه وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي، اشوف انا ولا الرقاص. دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه، حضرتك ليك منافسين كتير، اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني، الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف. يا ادهم بيه، انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا. عشان كده انا عندي اقتراح، احنا نصرف اكتر في الدعايه. ده بيقول لي نصرف يا نطر. يا استاذ انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه. في السنة 150,000 جنيه، وجاي دلوقتي يقول لي اصرف تاني. يا ادهم بيه، ده المنافس بيدفع فوق المليون. مين ماشي يا لطفي؟ الغاب ماشي يا لطفي. يلا يلا ماشي يا لطفي. يلا يلا مع الف سلامة. الف ايه للتبذير بتاعك ده؟ الف. يلا في داهية. يلا 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 بقى، خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد، مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود.
ايوه ايوه. عم حامد مالك في ايه؟ انت عيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت علي حق، موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى لذيذ كهرباء اخر الاحزان، حزنوه. لا 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 ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن وملح، خلتني ركزة مصر الاولى. ها حصل ده؟ انا ما كنت تحط هنا متين ايه وسواريه. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك دينا. اشوفك في الاخر بقى. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. بس للدرجة دي الرقاصة والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس لا يا أخي، أنا بجد وحقيقي مش عارف المصيبة دي حصلت إزاي. معلش معلش، تلاقي بس السهر والإراق خلاك اتلخبطت وبدلت الصور. المهم فين الشغل يا عم أنت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي، تسلم دماغك. أي خدمة يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقول لك إيه يا سموحة؟ ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في أي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجة لحسن حالة مقشفرة بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش أحلى من الشغل اللي بجيبهولك، ده الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ. يا سيدي أهو أجرب. أنت حر، هديك عنوان زبون اسمه أدهم الشاذلي، زبون 100 100. ليه قصة كده هبحكيها لك بعدين. بس أوعى تقول إنك من طرفي. عيب يا عم، هو أنا عيل أقول إنك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحة يا أصيل يا رجولة. بقى. ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى، حاولت اجيب له الثانيه مش عايز، الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله؟ طب بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه. خلص البنت خليها تتنقل الزف. حاضر يا ستي، هي بتتجوز ولا بتولد؟ ايه اللي في يا جمعه؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه، امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي، الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا، اتفضلي. يلا يا بنت سمعنا بس يا سيدي، مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبقني انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي ليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم عادل؟ مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه، هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسهولك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص، شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي، امشي امشي امشي، انزلي تحت وقفي تحت السلم. امشي دوم لو سمحت، ماشي الناس دي حالا حالا. يلا قصيت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك. امشي مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا. امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم، هو ردها لي ودليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي
طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العلا. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص يعني.